أهلا وسهلا بكم في قناة مجلة المجتمع الكنسي. موضوعنا النهاردة خبر محزن جدا، أبونا أنجيلوس الأنطوني سافر السماء. نودع على رجاء القيامة بقلوب خاضعة لإرادة إلهنا الحي القدوس، أبينا ومعلمنا ومرشدنا وحبيبنا شيخ الرهبنة ومنارتها في عصرنا الحديث، قديس عصرنا المستنير جدا بالروح القدس حبيب يسوع المسيح الراهب القمص أنجيلوس الأنطوني. الأب الروحي لدير الشهيد ماري بؤطر العامر بالخطبة للرهبان، وذلك بعد حياة رهبانية امتدت إلى 65 عام قدم فيها الكثير من الخدمة الروحية والمجتمعية، واحتل مكانة عظيمة في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، وأيضا في قلوب كل من عرفه وتعامل معه لبساطته ووداعته وعطاءه للجميع ومبادئه السامية وأفكاره البناءة. رحل في هدوء الملائكة تاركا لنا ميراثا وخبرة طويلة في حياة الرهبنة. ولد أبونا القمص أنجيلوس الأنطوني في جهينة سوهاج في سنة 1933، ترهب وله من العمر 22 سنة، وذلك في سنة 1955. حصل على شهادة اللاهوت من مدرسة الرهبان حلوان سنة 1960، خدم بالقدس من سنة 1963 وحتى سنة 1974، ثم خدم في كنيسة ماريجرجس صفت الشرقية المنيا من سنة 1976. أسس دير ماري بؤطر في الخطبة، والذي اعترف به المجمع المقدس في سنة 2017، وقام قداسة البابا تودروس الثاني بتدشين كنائس الدير لاحقا في عام 2018. كان مصليا عابدا له موهبة إخراج الشياطين ومعرفة الغيب، وكان مرشدا روحيا للآلاف في مصر وفي المهجر. وسيتم الصلاة على جثمانه الطاهر بدير القديس ماري بؤطر بالخطبة بعد القداس الإلهي صباح الغد الأربعاء، بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا يوستوس أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، ونيافة الأنبا ساويروس أسقف دير ماري بؤطر بالخطبة. نطلب نياحا لروح أبينا الحبيب القمص أنجيلوس الأنطوني الشيخ الأنطوني والناسك العابد بعد 65 عام في الرهبنة. صلي عنا يا أبانا.